عليكم ورحمة الله. أيها الأخوة الكرام، أشكركم من أعماق قلبي وأبغى أطلب منكم شيء واحد أخير. المرة اللي فاتت طلبتكم على دعمكم في مقطع ماين كرافت وصدمت من الدعم فوق المتوقع. فوق المتوقع. المقطع وصل فوق 1,000,000 مشاهدة وأكثر من 100,000 لايك. أقسم بالله إني أصفق يا جماعة، والله أصفق. شكرا لكم، واليوم أبغى منك مهلة. المقطع يمكن مدته فوق النص ساعة، لكن أنا أبغاك تعطيه لين الدقيقة 15، وبتبدأ بعدها طق والطقيق. بتشوفون ملخص أسبوع عانيت فيه من سرقات، من ذبح، من كل أنواع القهر بتشوفونها. ولكن اليوم بتشوفون فايت يا جماعة الخير، جلسنا نتجهز له 3 ساعات، بيني أنا صهيب أحرق عليكم. بتشوفوا المقطع. هذا سيرفر باور يا جماعة في ماينكرافت، وبإذن الله في يوتيوبر كثار بيجونا قريب. ما بيحرق الناس في المفاجآت اللي مجهزة لكم، بس اعرف أن دعمك مهم. لا تنسوا السلام لايك والاشتراك، وحاب أقول لكم يا جماعة ترى عطري وصل. تدرون عطري وصل؟ أكيد تدرون، بس في حاجة ما قلتها لكم. الناس يقولون أحمد إحنا كيف نطلب عطر وإحنا ما شمينا ريحة؟ أبشر والله بس سعد وأنا أبو محمد، أبشروا والله باللي ضبطكم يا عيوني أنتو. في حال إنك طلبت عطري ولا عطر بور ولا أي شيء، حتى لو عطر فيفا إذا نزل، راح توصلك عينة مع العطر، توصلك عينة. شميته ما جاز لك، أرجع فلوسي، أرجع فلوسي ما أبغاه. بس مو تتبخبخ وتفك وتلعب بالدنيا بعدين، فهمت علي؟ لأن هذا منتج جديد قاعدين نجربه، وأنتوا رأيكم يهمنا مرة. المتجر رابطة تحت وظاهر قدامكم صورة له، إذا دخلت عليه بتحصل رقم التواصل من الواتس والدعم الفني، وبتحصل الطلب ووصلكم لأي مكان، والتوصيل فيه مجاني. أنا بالنسبة لي يا أحمد عطري السكس بي سويت عود، عود كذا رسمي، بس إذا بخيتها في البداية لا تشم على طول، خله يبرد، إذا برد أنا كفيله. التبريد فيه مو عالي، فنسبته أول ما تشم تكون قوية مرة، بعدين يبدأ يخف ويمسك ويترسب وتصير يعني ممتاز جدا. مالكم بطولة يا جماعة الخير، رابط العطر تحت، وأتمنى تستمتعون في مقطع اليوم. لا تحرمونا من اللايك والاشتراك، اكتبوا لي أفكار تحت، واللي تبون تكتبون. مشاهد فضفض تحت، ترى والله ادخل اقرا، احبكم حب لا يعلم فيه لرب العباد. صلوا على النبي وفي امان الكريم. والله الدايم دولار مخذ، والله يقطع ابليس عيال. ودي اروح النذر اسوي لي التشست حق اللي عين اندرمان، عرفتوا التشست اللي اغراضي ما يزرفونها مني، ابغاه ضروري اسويه. عادي اللوت صح؟ اسمو؟ انا مبسوط على اللوت اللي عندي، حب اللوت، انا حب اللوت في كل العاب. شوف اللوت اللي هنا، هذا بيت احمد بيت شنق. حلالي 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 وينه؟ قالوا مسبوح. بيت احمد كذابين، برافكم بيت احمد. يسوق امه، حاط هنا لوحه وحاط كل شيء، والله الازرق. حلالي والله حلالي، فينا حلالي. ايوه حلالي. الله يقطع ام القهر. فيروس، حتى فيروس سرقنا. لا والله ويك، لا اليوم الدنيا خربانه اليوم. اي انا كنت بالقريه صح، انا كنت بالقريه اخر مره، كنت بالقريه. طيب خلينا نشوف شو الاغراض اللي عندي يا جماعه. طيب 3 دايموند، الاكل، اوبسيديان، لقيت اماكن، ترى طلعت خريطه ما ادري ايش اسوي فيها، لقيت اشياء بوريكم اياها الحين. خليني اروح البيت. مين اللي حاط بلوكات كذا؟ انا ابغى اعرف بس مين هذا اللي مقفل ببلوكات كذا؟ مين؟ يا ساتر ليش كذا؟ والله انهم عارفين، لازم نغير مكاننا كامل، اقسم بالله ما ينفع كذا. بقونا والله ما بقونا. اوه جاب راس كبك، هذا راس كبك يا عيال السوح. والله الدايموند دولار مخذه، والله يقطع ابليس عيال. ودي اروح النذر اسوي لي التشست حق اللي عين اندرمان، عرفتوا التشست اللي اغراضي ما يزرفونها مني، ابغاه ضروري اسويه. قلعة
3000 هذه هي، شوفونها شوفونها، ابغى ننزل انا، ابغى ننزلها. ابليس ابليس يس 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 يس. هذه هذه هاتها عشان اسوي لي اسوي لي سم. طيب الان بحتاج عين الاندرمان عشان اقدر اسوي الصندوق هذا اللي ما يقدرون يشوفون فيه اغراضي، حلو. واحتاج احدد لي المكان اللي انا بتوجه له الان. يا اخي نزل لي عين يا اخي، هذا اللي بنزل لي العين. ليه ما نزل لي يا اخوي؟ الله اكبر. والله انها تصل حقت بناء هنا بيت. بيت حمامه. جابك ربي جابك ربي جابك ربي. احتاج كل شيء عندك. في بيتك كذا احيان مشويحل. الو. والله ما منك فائده ولا منك رجع. اتكلم انا بك ايوه كمل كمل بالله كمل. اروح ابي اخذ منك وقت تسحب علي وغير كذا ولد وغير كذا وغير هذا كله قاعد العب لحالي واسوي كل شيء لحالي. انا ابغى اعرف فائده واحده منك سويت الان غير ان اللوت كله مسروق. بس انا مستعد ارد عليك بكلمه واحده. ايوه اعطني احداثياتك. تعال البيت اذا ما الجمتك لن اكون رجل. احتاج تلجمي والله والله عليك ولحظات والله لازم تسكت سكوت كامل والله. خلص. سكوت خلاص. بيت صهيب. هي بيت صهيب شطفته تو. هي بيت صهيب تو شاطفه. اي لا تروح له ما يحتاج. ليه ولا بروح له؟ اصبر 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 انا شطفت بيت صهيب بدون ما ادري. انا اقول ذا وش يوم شطفته حسبت الريسبون ضبطينه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صغر. تعال تعال. ايوه 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 اي ايوه. ايه طبعا انت راح تستغرب يا ولد ليش الاغراض ضعيفه. ايه اني خليت كل الاغراض القويه. تخسي تخسي. طيب مشينا بيت خليني اخذ اشياء مهمه بس من هنا. ثواني ثواني. هذا 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 لا هذا لا هذا 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 هذا. اصبر احس اني ما شبعت. احس لو ندور هذا بنحصل. هذا تبغى نشبه. بس انا ما سويتها. روح شوف فوق. وين فوق؟ ايزي مساعدة. ايوه ايوه شبينهم. وش هذا وش؟ طيب اول شيء انت مستعد تكفى؟ مستعد بفتح معك. اول شيء نزل سروالي. طيب شوف اول شيء هذا رزقنا اوكي. هذا حلالنا وهذا حلال وازيد عليه ذا صاروا اثنين. يا سلام. وعندنا الان فل عشان يا سلام يا سلام. وعندنا فوق 20 اوبسيديان. يا سلام صار شيء ولا شيء. لكن ايرون. يا سلام وزيد عليها من عندي برضو انا ايرون. وها وعطى ستاك جولد وحط فوق ستاك جولد. يجي لي ما يجي ستاك جولد ومع الجولدن ابل جزمه وانت بكرامه. ابشر ابشر والله بالخير. 46 امرالد ومعاك امرالد احط عليهم بليز ستاكين مع بعض. سيف دايموند معاه دايموند هورس ارمر. يجي ليه ما يجي؟ وافشنسي اي في افشنسي اي في. يجي معاه بوبا ورون ليه ما يجي؟ وهذا حق الزراعه وهذا حق الذبح والمذابح. طيب ركز معي الان. شفت اغراضنا هنا نبغى نهاجم. شوف المنطقه ذي تحسها رطبه رطبه. المنطقه اللي على اليسار ستون. ايه وتحس كذا حق قلعه والله تحس. ايه ومطلع على البحر بعد عرفت مرسومه رسم. تدري وسويحل ها ها ليه ما نبنيها في البحر فوق البحر؟ هنا يصير نحط الريه يصير يصير كانها تصير كانها جزيره عرفت. ايوه يا سلام يا سلام والله. يا بتشوفون يا جماعه احتراف. خليكم تقولون يا اخي ما شاء الله يا احمد يا احمد والله انك مهندس يا اخي. ليش تركت الهندسه؟ يكفي. بحاول الشكل اخليه تقريبي مو بدقيق 100% بعدين احنا بنعدل مع بعض. كب مويه فوق وخليه تنزل. لا بس كيف عشان المويه هي تمشي شكل هرميه.
اي بس هو كيف تسوي الهرم؟ طيب الهرم عباره عن بني مهندس زوايا إيه؟ غير متحادبه. طيب ركز معي، ارجع فوق بلوكتك الاولى. اها ايوه، ابيك تبني يسارك بلوكه يسارك. لا يسار يا حمار. لا ايه أها. ايوه اكسر اليمين. يا سلام، شفت اللي الان ابيك تبني لي بلوكه يسار يسارك بس تحتك تحتك. ايوه اوزنها على وزنة الهرم، ابني لي مربع مربع جديد مع هذه مربع مربع هرمي. لا تكسره لا تكسره، كسره لحيك. تعال يا مهند تعال. كمل كمل تعال. كمل 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 قربنا. الان حط لي مويه هنا، حط لي مويه. اصبر ضابطه اصبر، والله في جهه مو ضابطه. لا لا ارجع ارجع على وزنة القديمه، ارجع على وزنة القديمه، ارجع على وزنة القديمه، ارجع. يلا جهز المويه. طلع معي كان هذه اذان وهذا خشم وعيون. الحين احط اللافة فوق. ايه حط اللافة فوق، خلنا نشوف وش عندنا. الحين حاط اللافة فوق، وش اسوي الحين؟ حط المويه فوق الحين فوقها. ايوه 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 ايوه. اصبر اشوف اشوف، شيل المويه شيل المويه. اصبر 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 اصبر، خليني اضبط لي فوق. اصبر اصبر اصبر، شيل المويه بسرعه بس الشكل ضبط. شيل 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 شيل. الله يا ولد شو الخرا هذا؟ باقي لعبه يمين. اصبر 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 لا تروح، خلينا نشوف كيف الشكل بيطلع. شوف قلعة عندها قرنين. دقيقة دقيقة، احس ودي 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 انام في الشارع. بس بعطيك اقتراح ثاني ابو سويح، هذا هذا خله على جنب تمام؟ ابي هنا الجهة هذيك يعني 20 متر مني نسوي واحدة ثانية بس نظيفة. طيب؟ انت بتسويها وانا بشرف معك. وش السيرفر؟ مين فيه؟ انا ابو السعد وابو سويح. ايش ادوركم؟ بتفايتنا؟ تعال تعال بس مو على طول فايت. لا 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 احمد 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 سلم علي عشان محتوى اليوم بعد. تعال تعال بس مو على طول فايت، خلينا نتكلم شوي. 1 في 1 طيب، خلينا نتكلم بنتكلم داخل رول بلاي، ما بقول لك. 1 في 1 خلاص سلم علي، موافق انتظر. طيب يا اخوان اعطيكم تحديث ايش اللي صار في الايام الماضيه، يمكن شفتوا مونتاج مسرع، يمكن بعض الاشياء طلعت لكم قبل لا اتكلم الان. اذا ما طلعت لكم اسمع مني. اول شيء ركبت ميني ماب، الميني ماب اللي تشوفونها فوقي هذه بالضبط تطلع لي فيها احصاء احداثياتي، عشان اذا بحفظ البيت او بحفظ مكان القلعه او بحفظ مكان الدايموند او مكان بيوت العيال اقدر احط مارك عليها. الشيء الثاني، لقينا منطقه استقرنا فيها واسسنا بلده صغيره، البلده هذه بتشوفونها الان قاعدين ننشئ البلده هذه تمام، تعاون مع ابو سويحل وايضا في اشخاص بتشوفونهم الان، قدرنا احنا ننشئ لنا قلعه مبسطه. اصدمونا للعيال وسووا فيها اشياء حلوه واضافات جميله، خلونا نشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، القلعه المنتظره، قلعه استكس بي، تقدم لكم القلعه المكونه من ثلاث حروف اس واكس وبي حتى في ماينكرافت. خلونا نوريكم ايش سوينا، بالله عليكم تقيمونها يا جماعه بدون اي تحيز بدون اي مجامله. انقلع عندنا اول شيء الرؤوس طاهره امامكم، هذا فايروس تدعينا هنا، وكبك برضو جنبه. هنا عندنا الارضيه مكونه من النذر، من بلوكات النذر، وايضا الكابل ستون اللي هو منور. حطينا ثريا كده بسيطه، لو تطلع على فوق بتحصل عندك طويل العمر والسلامه، تحصل عندك المكتبه، المكتبه اللي من خلالها تقدر تطور لاعب سيوفك ودروعك الى ليفل 30. يعني لو احط مثلا السيف هذا في ليفل 30 عندي، وايضا طورت البيكاكس الى ليفل 30 افشنسي اي في وبريكنج 3، حلو لا باس فيه، والبو باور اي في وفليم حراد. طبعا حتى العيال مطورين تمام. عتادنا من ناحيه اسلحه جامد، بس من ناحيه دروع مو بمره كويس. ابوريكم برضو ايش سوينا. عندنا هنا اشياء قدرنا نجمعها، طبعا هذه الخزنه الاولى تمام، هذه خزنتي الخاصه بنيناها مره ثانيه. يعني امس جمعت دايموند، امس جمعت 5 حبات تقريبا دايموند، سيف شارب نفس 3 حق صهيب الهطف، راس كبك محطوط اذا حب انه يهايب يطلع الراس حقه على طول، يعني مع ايرون ستاك تقريبا وجولد وجولدن ابل واشياء هنا مضبط خفيفه. هنا عندنا هذا البلوك اللي بسوي فيه، بقول لكم بعد ايش بسوي فيه. هنا عندنا اشياء حقت الزينه، والله يا جماعه ان امس طول الفجر قاعدين، حتى لدرجه الحين مسويين بوابه نذر جديده جنبنا، شوفوا هذه هي. فيها يمكن 3 بوابات جنب بعض تمام. الان نبغى نبدا مع بعض نرتب تمام. اول شيء اعطوني تقييمكم المبدئ يا جماعه من 10 كبدايه كبدايه تمام، من 10 كبدايه. نوريكم بعد شو. طيب شو الخطه اللي ببالي؟ اللي ببالي يا جماعه الخير اني اسوي البحر هذا مناطق، اول شيء نحتاج فيها اكل، والشيء الثاني نحتاج طبعا في كيف صغير مسوين العيال، نحتاج اكل ونحتاج مزارع. يلا نظري 3 2 1. والله خرافي، والله اسطوري بالله. ايش رايك؟ يكون هذا
حسبت مين سوى هذا؟ مين الفاضي هذا؟ والله ضبطوا العيال ما قصروا، وبعد انا ضبطت معهم ما بما والله اسطوري اسطوري يا ساتر. بس اللي على اليسار وش هذا؟ هذا اللي المفروض هذا المفروض انه يكون زي هذا بس خرب ذا. طب خذ مني ذي، بالله خذ مني ذي. يا هلال وزعيم البطوله. طيب ركز معي والله العظيم والله ابو سويح ابو سويح طيب هلال حصري طيب ركز معي. اوكي عندك دايموند مفلل، بس انا قلت لك اياها من الان انا ما راح اسوي لك شيء، فلا تغدر انت عشان ما تقلب الليله هنا. تم والله تم خلاص حلفت. تفضل تفضل. طبعا هنا الروس معلقه زي ما انت شايف. يا الله والله فخم. اي ضبطينا بس يبغانا شيء اسطوري اسطوري. شويه شغل فوق، نحط انارات مع سلم كويس يا ساتر. لا والله بنحط درج، بنحط درج كذا دايري يمشي يمشي يمشي. انا اقول لك خلينا نسوي مقايضه والله صدق. يلا نبغى نورد لكم دايموند انا اخوي والله، بس انتم ايش بتوردوا لنا؟ فهمت؟ طيب اوكي. عندكم مكتبه؟ كلام صادق. عندكم مكتبه؟ عندنا جلد وعندنا كل شيء ترى في اللعبه. احتاج انك تذبح صهيب بس. تم والله والله تم. بس يجي ذي ذبحت صهيب لك مني نص ستاك نص. طيب اسمع انا عندي لك عرض. تسليم فوري والله. ابى اجيب لك راس صهيب. ايه والله هذه اذا جبت لي راس صهيب مقابل ستاك دايما والله ستاك والله انها تجيك في غضون 3 ايام. تم كحد اقصى. لا والله 3 ايام كثير مره. وين 3 ايام اجيب لي بلوك؟ نص ستاك فوري والنص الثاني تم. يومين تم. تم تم خلاص والله خلاص تم خلاص والله تم. انت ضرب اسوي حلي يجيني. خلنا نسوي مزرعه. انا ما احتاج شيء. نسوي سوا. تعال يلا. صهيب دخل. يا ويلي يلا شوف شغلك. قتل المجور احمد. مش شغلك دي. ما ارتاح. ثم انا بسوي ايش بسوي انا؟ ثم انا بسوي كذا. صبر. لا يا سلام يا احمد. لا غلط اللي سويت انا. مبدع مبدع. لا هذا ما له دخل. اصبر على ذكريات ذا فورست يا ربي. هذا باب. لا ما بي هذا انا. يا اخي يا اخي. ايوه يا سلام يا سلام. اصبر 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 اصبر. اي شيء اي شيء. بيصير فزاعة يا جماعة الخير. تعرفون تعرفون التنانين قاعد تداهم. شفت شفت يا عمري. لا 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 قال لك يا ما هو طبيعي. تعال ازرع تعال ازرع. امسك خلنا ازرع الحين. يلا كمل زراعة كمل زراعة. اي لا احمد انا مو كلفن مو كمل زراعة. ها خلص عيني اضرب فيه. خلص سلم ليسك. وش هذول؟ ماتوا ماتوا احمد. هذول ايش يبون منك؟ ما ادري عنهم الله يوفقهم. هذول ايش يبون مني؟ هذول حقين الفطاير. لا تضرب الله يقطعهم. عدنا من روحه والله بعدهم بعدهم. ما عدنا بيها ما عدنا بيها دي ما عدنا بيها 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 ما عدنا بيها. الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم. اذا خفنا من هذول كذا. طيب كذا خلينا المزرعه مؤقته ضبطناها. ايش بعد نحتاج؟ ضبطنا على الاقل الاكل مؤقتا. باقي الحيوانات بعدين نجيبها على روقان. بسم الله. تكفى تكفى المزح في النذر. لا اي لا 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 ما عليك ما عليك. اي والله. طيب شوف هذا هذا ايه شوف كيف تشوف تشوف هذا ايه هذا يعطيك تسبي ايه مره مره ما يهجم ما يهجمون البقرين علي. لا لا هذا يعني لو تقعد ممكن الحين اقل من خمس دقائق ممكن تجيب 30. يب والله انك صادق. عاد تدري الحين في بلوك اقوى من الدايموند؟ وش ايوه اسمعهم اسمه نذر ستارك نذر بارك. صعب يا اخي صعب ينجاب والله. ليه؟ ما ادري انا عرفت هذا شيء جديد ما لحقت عليه. يقول من نذر هو بس ما ادري شلون. كيف يا جماعه إيه. نجيبه؟ لازم 30 بالضبط. احمد النذر ريت يجي على ارتفاع 13 هو نفس الدايموند. اوكي. صهيب ايش مكان وار بيجز؟ صهيب 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 جا النذر صهيب جا النذر وار بيجز يعني البيجز اللي بالنذر ولا؟ انا مالي دخل تصرف تكلم معي ما اعرف والله جا النذر والله شكله والله اني ما ادري وين شات جا ابليس. اوه استغفر الله. اوه ضربت السيف هذه بدايتها. طيب هذا محسن فيك يا احمد. رحنا فيها لوت اشيست. ايه لا يجي بوابتنا. طيب لا يجي بوابتنا. لا لا مكتوب ما لها دخل في النذر ترى. انا عند بوابتنا يا ولد. احس انه بيسوي جريه كذا. احس انه قاعد يراقبني يا اخي. هو دافور دافور. اي اقسم بالله دافور والله. يكتب يكتب ورقه وقلم. شلون اذبح احمد؟ اي لازم لازم. عندنا طريقه جديده نذبح فيها احمد. احنا فيها والله. تبغى نذبح انا وياك؟ انت حق فورت انا حق جراند كذا. خلنا نذبح خلنا نذبح خلنا نذبح.
اقسم بالله اني خفت. طيب رب الكعبه اقول لك يراقبني والله يراقبني والله. هذاك فين؟ ابو سعد. انا عند البوابه ما اتحرك. جاي جاي جاي. انت عشان تنزل على طول. ها انتظرك. شنو 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 جي 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 احس احس احفظ بيتنا. ابكسر البوابه والله اكسرها والله اكسرها والله اكسرها. وتكتصر يقول بالنذر يقول بالنذر. يلا اي والله ان شكل شافنا والله ان شكل انا في الانت. يلا عشان اضيع. يا ويلي جاني قرار من مدير. عندك شنتو بري بثمة تسع كسيرة بطوره. يا حظك شاتة طوره. بطور بعدين بغيره بلفل اكثر. خلني بطوره. لقى نذر رايت لقى نذر سوايبي بث يا جماعة. سوايبي بث نظرة نظرة كذا خطافية. طالع يا الله بالغلط يا ولد. اسمعه رحنا فيها. اسمعه اسمعه يلا يا لعيب. شفت نذر رايت؟ اه شفته. لو اي والله ايوه الشيطان والدروع والاكسات. انا بطلع بالبث والله انه تاخذ من هادي. طب عليه بالنذر مع اندر بير. اوه يا ساتر ودك نسيده عند البوابه. يا ولد شوف شوف مع بلوك دايموند كذا ماخذ من الكهف نفس ما هو. شوفه سيد له عند البوابه. الله يقويك يا احمد سعدك وقلبك توكل على الله. حبيبي حبيبي انا اول شيء الحين بحق السعي. خليت مزارع فلاح. اه شفت يا ناس شفتنا بيجحدني يا ناس. روح احمد لازم نروح له والله سلم عليه سلام. باخذ اخذ راسه بس لازم اخذ راسه. يا ربي يا ربي يبي ياخذ راسي يقول الزلمه. ابدا اني اشوف الشغلات هاي اشوف البلايرز انه صارح شي رديت. هذا بيغزو العالم. غزو له فخ يا احمد ما له الا كذا. والله والله لازم يسوي له فخ. هو ما رد يطلع من النذر. انا والله متوتر. طب تعرف وين بوابته انت؟ بوابته اكيد جنب بواباتنا. ايش رايك؟ طب ابو سواحل ادخل. بما انك اخصائي مختبرات تمام؟ ايه الو ابو سويحل وينك؟ هلا كيفك؟ كيفك؟ توني صح من النوم. الله يقطع ام السالفه. تعال بسرعه ادخل ادخل بسرعه. تعال في في تنين اسمه صهيب كذا بيذبحنا. تعال بسرعه زبن خذ اغراضك القويه وزبن اغراضك المهمه بسرعه الان. الصاير علمني. ابو صهيب لقى نذر راك واحتمال يصفقنا من الاخير اقول لك اياها. بيتنا بيتنا احمد بيتنا احمد. انت مزبن الحين انا تعبت. قال بيتنا على طول ما قال احتزم ولا بشر فيه فاهم؟ انا تعبت انا احمد تعبت. تعال 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 تعال. والله العظيم ما يفرح باحمد والله النطحه. يا الله يعزك اني خابرنا في ذاك. الله العظيم والله النطحه الزلمه الابيض ذا النطحه نطحه 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 البو نشحطه في البو. اي نشحطه في نلعب من بعيد. عرفت من بعيد من بعيد من بعيد. طبعا ابو سعد الشنطه حقته فيها جزر وكذا بيقدر يتفرج. عطني لوتك كله ولا بذبحك بصراحه. عيال اسمعوني لا تواجهونه لا تواجهونه بسيفه. اي اي اذا راح النذر اذا الان بيطلع من النذر نبغى نستقبله. عرفت نبغى نستقبله نبغى بوابته نستقبله. اقولك شيء يا احمد. إيه؟ اذا واجهته بسيف اللي معاه انا عارف سيف اللي معاه. يا رب سوي اللي بالغلط يا رب. السيف اللي معاه اتوقع في او اي في يعني ثلاث ضربات ضربتين تميت. لا تواجهه ابدا حتى بالجولدن قبل. بالجولدن قبل ما بدك تاكلها. وش ذا قلت تعال في الجروب. وش معنى الجروب؟ قلت تعال في الكرو لينك. ما ادري ايش شغل شغل شباب شغل شباب بس شغل شغل مشغل. انا دخلت نذر ضغط شفت ترى في بوابه قدامي في بوابتين هناك يا عيال. صهيب احتمالا داخل بوحده منهم. البوابات اللي موجوده اللي يكون حاطها ممنوع ندخلها منعا باتا. ليش ممنوع ندخلها؟ لان احتمال تفخ الريد ستون يعني تدخل جي جي. وش ذا فخ ريد ستون ما اعرفه. يعني اول ما تدخل مع البوابه تلقى فخ قدامك يشقك على طول ياخذ لوتك. معقوله؟ اي نعم. دور دور لفت لفت. احنا بندور بندور بس يعني بس نعطيها نظره. هو دخل مع بوابتنا ولا ايش؟ ما لا مع بوابه ثانيه. أجل مستحيل هنا. أحمد بغيت والله بغيت أروح. أحمد تكفى يا أحمد. أحمد أنتوا تدفون بعض شباب. يا خليه يقول عندي العين هنا. يا حلفاء اليوم. بسم الله. ويلي وش ذا؟ والدبدوب. صاب البو. جات جات ما فيها شيء جات ما فيها شيء. مستحيل يموت بضربة يا عيال. صاحب البو يا رجال. طب أنا بروح أدور القلعة يا عيال. السلام عليكم. القلعة أنا عندي هديات إيش تبي فيها؟ هو أكيد إنه حول القلعة لأن. أجل يلا نروح للقلعة. أجل نروح للقلعة. سعد. امر امشي ورا خطى احمد. يلا يا عيال معي منك منك 400 كيلو 400 كيلو مشينا مشينا مشينا. احمد اسمع انت بخطواتك تطيح. يلا يلا قلت 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 انا وانا امشي وراك بالضبط. ها يلا يلا امشي معي. يلا نخلي بعض حتى لو انشدت فينا الامور نخلي بعض. فايت بالنذر ابدا ما هو طيب. تعالوا منا تعالوا منا فايت هناك. اقول لك انا بستانس في طريق تشوفونه. لا والله مو بطريق ذا امشي. تبغى اللافع تطلع بسرعة ترى. هذا هو من تحت من كمل. تعالوا معي تعالوا معي. يا طيح يا موجة الصوت. يا
طيحوا طيحوا. تعالوا معي. معي انتو. يا الله يا رب سترك يا رب. تو بسعد عندك بعض. اي تكفى تكفى يا ابو سويح. انت ما انت من الكلب. هلا كيفك؟ طيب. احمد. احمد النذر ابن الذين النذر. هل تذكرون الارتفاع كم عيال؟ 99. اوه احمد اوه معلش معلش اوه ايش في امك؟ لا لا بس والله الناس ردت فعله بس مجنون والله. وصلنا. لا 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 حلو 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 ابعد خلينا نشوف خلينا نشوف كيف اقدر اساعد. اسمع طيب لحظه لحظه مستعد لحظه مستعد مستعد بعين الاندرمان بعين والله بعد فيها يا احمد بعد فيها ذي بعين بعين دون امتي لا تيأس. جهز العين جهز العين جهز العين ما جهز العين وشو انا جتني عين صابتني عين كذا. اسمع بنرمي اندرمان تحت وبنطيح ها تعال بلط الله في عيالتك فون بلط الله ما بينفع ما بينفع بطيح بوه. انت متاكد انك دحذرت على اللعبه ولا دحذرت على انا دحذرت شفت القاس هذا اليمين طحت عليه كذا. يلا فوز على صهيب انت اثنين. بس وينه وينه هو وينه وينه عندي احداثيات بيتكم دقيقه. هذه هي القلعه صح؟ اي هذه القلعه مشان خمس اتوقع هو باقي فيها ولا مش ما اتوقع انه موجود فيها. يب. احمد اس بالنسبه من النظر الخرا بوابه تعرف وين؟ اي بوابه مضبوط ادخل حطت بوابه حطت بوابه حطت بوابه شكلها حقته تعال 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 ارجع 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 اتوقع انا بوابته احسها بوابته شات ايش رايكم نخش معها؟ قم اللافا شوفها اشوفها اشوفها نطلع من فوق من هنا تعال تعال والله ترى خطير مره المكان خطير 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 لو معك عيون معي عين واحده بس ابيها عشان اجبن انتبه 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 كل كل قبل ما تخش كل اخش انا اول نفس الطريقه لا 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 تدخل تدخل معلك 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 تعال ثري تايم جهز درعك بيدك كل هذا تشتغل. لا هذا الباب ال. يب يب عادي عادي عادي. خل روح أشوف بيته اللي في الريسبون تعال. لا سارك البيت وإنما ترك البيت كان برين اللي صار. تجا. صحيح. أعطيني الإكس الهوي والزد. يما. إيش رأيك؟ أوكي كده. ها. حط الاكس وايزد حق بيتها اكتب له ريسبون الحقنا فيها زين ابدا اروح لها بس عشان ما اتاخر علي والله بالبث حلو ولكن انا بدي اياه كصهيب بدي اياه كصهيب يعني عن جد اني اعمل لي بوشن فاير لان الفاير راح يحميني والله من النيران تاعته تعال خلينا نبنى لنا هنا بيس تعال اذا بس بيس عشان ما يطبعين على طول بليز ما قاعد يزبط السحر ايش صار حط لي بليز واحد وين حط بليز معه؟ لا البليز الذهبية تجيك من النذر. اه قاعد تخس. اللهم بسم الله يا رب. بسم الله. يا رب ايش بيطلع معنا؟ اعطني يا رب. انت سويت خلطة كثيرة والله حطيت اصفر احمر. حطيت اصفر واحمر واخضر وبليز مع شوية قزم. ان شاء الله يزبط الليلة. يا رب يا رب. يا سلام! ايش 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 استلم استلم بس استلم استلم. ايش استلم. حطيت تحت احمد. اي خذها انبطح انبطح. مخ الفانتوم يسوي سم يقول جيب لي مخ الفانتوم جيب لي مخ الفانتوم مخ الفانتوم طيب وينك يا فانتوم وش وش بجيب لك المخ هدف الاول مخ المخ ابشر بي سترينج يا سلام يا سلام عطني 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 بالله قاعد اخلط معاهم هذه ما ادري ايش بتسوي قاعد اخلطها سترينج تو احبطت الخلطه اي احبطت امها امسك هذا العقل حقه بس هات هات عقله هات عقله هات عقله صحينا قاعد يخلط ويحط كذا معرك بسرعة إيه هذا الكلام بيسوون بيسوي بوشن سبيد مصيبة كذا ما يمديك تنحاش أحمد شو الحل الحل بيجيك كمشي 3000 وأنت تقول أصبر أصبر يا غالي يا غالي طيب الحل دخلت الرجل ولا خلنا نرجع نسوي بوشن سبيد أنا عندي فكرة إيه صبر والله سبيد 3 دقائق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحمد خلاص كفي خلاص آخر واحد آخر واحد رينا يلا توكلنا على الله بسم الله المعين اليوم يوم احمد هذا الفايت ترى صدقي هذا كوت شوفه قدامنا شوفه شوفه نضربه لا 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 خلوه يجينا تعال هذا هو جاي بيجينا بدي الطيران وبيش خطره جا جا بيشرب الحين شوف شرب ولا لا
دفيتنا دفيتنا ايه بس خرب سبيد خرب سبيد خلينا نطب عليه مره واحده وسترينث ها سترينث ذا بش اصبر 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 ها كسبوا يلا طبينا 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 ليتس جو وينه قدامي الخمه هذا الحقه بص سريع ابن الذين بس معلي 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 لا 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 كمل كمل معي كمل معي لا تبعد لا تبعد خلنا نقرب من بعض معك 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 انا قريب منك مره سباكته واحده الثانيه تكفى عشاني عايز تطقني طقيته كم نقصك نقص ولا شيء طقيته 10 10 هذا 10 سباكته حركته كمل معاه مات مات كذاب مات انا ذبحته ايه خشي شوف استرينج ستينج شاب شغله استرينج شاب شغله هج 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 شارب لوتينج شارب نس فاير اسبكت بروتكشن 1 سلك تاتش فورتشر ولا شيء 3 مو بمره قوي الصد لكن عندنا اللي اهم من البيكاك زي ما شايفين يا اخوان يا حبايب القلب ونعلق الراس الثاني اخ يا سلام والله رؤوسهم جميله يا صايبه طيب يا جماعه الخير الى هنا وصلنا لنهايه المقطع اتمنى استمتعتوا فيه وباقي بنكمل بنسوي اشياء كثيره وبيكون في يوم هو يوم الحرب العالمي الان فقط تصفيه حسابات ومع الوقت ان شاء الله بتشوفون اكثر اكثر رابط البثوث اللي نسوي فيها كل شغلنا هذا في الوصف تحت اتسونا من لايك واشتراك اكتبوا لنا تحت ايش تبون نسوي الحلقه الجايه يعطيكم العافيه في امان الكريم.